طفولة مبدعة، براءة ساحرة، وحضور لافت. في سن 3 سنوات نالت جائزة الطفلة المعجزة، وظلت الطفولة في وجدانها لتظل مشغولة بالفن ومسكونة بالتألق. تشع عيناها ببريق الموهبة وتدخل القلب بلا استئذان. دينا عبد الله تتوهج دائما وستضيء حلقتنا هذا اليوم. أهلا بالفنانة دينا عبد الله. أهلا بيكي، فرصة سعيدة قوي. أهلا وسهلا، ميرسي على المقدمة الجميلة دي، شكرا قوي. الفنانة دينا عبد الله، بشو بذكرك اسم رايتر أو وكالة الأنباء؟ يا خبر أبيض، داب بيفكرني بأحلى أفلامي وأنا طفلة. فيلم الحفيد، اشتهرت بالضفاير والنظارات وكنت بنقل الكلام، فكان يقول لي الفنان الكبير ربنا يخليه ويديله الصحة عبد المنعم مدبولي في الفيلم قول يا رايتر، فكانت لازمة اتعرفت بيها وأنا طفلة، ولغاية دلوقتي الناس بتلاحقني بنفس الاسم بعد ما كبرت يقولوا مش رايتر فيلم الحفيد. فطبعا فيلم غالي عليا، وبعدين أخدت على الجائزة من الوزير المرحوم يوسف السباعي، فلي علامة في حياتي. وأعتقد أن الحاجات مهما طال الزمن مدام ليها علامة تفضل ذكرها موجودة. أنا عمري في الحفيد 5 سنين، يعني أنا عملت قبل الحفيد عملت فيلم السلم الخلفي، وكنت مشتركة في بطولة الفيلم رغم أني كان عمري حوالي 3 سنين في السلم الخلفي، وكان إخراج نفس المخرج لفيلم الحفيد هو الأستاذ عاطف سالم ربنا يخليه. دي كانت بدايتي في السينما. كنت ممثلة وأنت طفلة وبالمدرسة، هل أثر التمثيل على علاقتك بصديقاتك والأطفال؟ هو أنا كنت في مدارس أجنبية، نعم، فعارفة حضرتك لما بتكوني في مدرسة أجنبية بيبقى صعب شوية إنك لازم تحضري ولازم تبقي موجودة، مذاكرة صعبة يعني. بعدين أنا مكنتش طفلة عادية، كنت طفلة مشهورة، فكان لي تواجد في المدرسة يعني معروفة. بعدين كان عندي لكنة في لساني، كنت لدغة بالثه، حتى كانوا في البيت بيحاولوا إنهم يعالجوها مني يطلعوها، وأنا كنت رافضة فرحانة بيها، عاملاني مميزة في وسط الطلبة وإحنا أطفال في مدرسة، مدرسة أجنبية وكل الراهبات أجانب وعارفين إني بمثل وطفلة ليا حضور وليا تواجد، فده كان شيء جميل. لكن الحمد لله اللكنة راحت دي، لكن زماني. قبل فيلم الحفيد اشتغلتي مع المخرج عاطف سالم فيلم، تحكي لنا شوية عنه. بالضبط، يعني هو الأستاذ عاطف سالم عملت معه فيلم الحفيد وعملت معه فيلم قبليه السلم الخلفي، ده كان أول أفلامي في السينما، كان عمري 2.5 3 سنين حاجة كده، حاجة مش باينة من الأرض يعني، وكنت مشتركة في بطولة الفيلم. هو الفيلم حتى يعني اسم الفيلم بيدل عليه، السلم الخلفي يعني سلم الخدامين، هي قصص كل أبطالها أبطال الفيلم خدامين، وأنا كنت الخدامة الصغيرة الشغالة في البيت اللي ستها بتعذبها بالنار، فكان دور قد كده مؤثر ودور صعب إن ممكن تأدي طفلة يعني، لأن في مشاعر وفي أحاسيس زي ناس تتعاطف معاك يعني، في الآخر بتموت يعني، قصة قد كده إنسانية. فيعني ده من الأفلام اللي أنا بعتز بيها جدا السلم الخلفي في طفولتي. اسم يوسف السباعي بشو بذكرك؟ الوزير المرحوم يوسف السباعي يعني لي الكثير يعني، هو راجل لي قيمة ولي مكانة، وبعدين أنا أخذت منه جايزة في يعني أخذت الطفلة المعجزة عن فيلم الحفيد من الوزير يوسف السباعي. وبعدين يحضرني إني طبعا أنا مش فاكرة، لكن بتحكي لي مامي والبيت بيحكوا لي إن أنا فيلم السلم الخلفي لما شاف الفيلم الوزير قال دينا عبد الله الطفلة دي إيه ده دي إعجاز يعني، دي المفروض تاخد جايزة. فلقوا إن أنا اسمي مش محطوط يعني، ما قدمتش للمفروض بتقدمي للجوائز. فقال المخرج عاطف سالم قال له دي بنت مش معقول، قال له دي داخلة معايا بطولة فيلم بنحضر له فيلم الحفيد. ففي فيلم الحفيد بقى أصر إنه يديني الجايزة طفلة المعجزة. فطبعا راجل يعني الله يرحمه الله يرحمه. دينا عبد الله طفلة بضفائر ونظارات، شو هي الأفلام اللي أنجزتيها وأنت بها المرحلة طفلة بضفائر ونظارات وعفرة موهوبة؟ اللي هي عملت أفلام كتير أيوة أنا صغيرة يعني، أنا كانت بدايتي سينما الحقيقة. عملت السلم الخلفي طبعا كان أول فيلم، لأن كان عمري حوالي 2.5 سنين، بعديها فيلم الحفيد طبعا بالترتيب مش هعرف أفتكر، لكن ممكن أقول لحضرتك كده يعني اللي أنا ممكن أفتكره، السلم الخلفي، الحفيد،
امرأتان، أميرة حبي أنا، عالم عيال عيال، شياطين إلى الأبد، بيت بلا حنان، بيت من الرمال، شاطئ العنف، يعني أكتر من 15 فيلم. أميرة إيه تاني؟ آخر فيلم في مرحلة الطفولة كان الاحتياط واجب. والتلفزيون ما مثلتي للتلفزيون أنت طفلة؟ لا مثلت. شو الأعمال اللي مثلتيها؟ يعني عملت برضو أعمال كتيرة، أهمها كنت بعمل حلقات أطفال اسمها بابا جدو، كنت أنا والمرحوم الأستاذ الكبير عبد الوارث عزر. استمر 3 سنين المسلسل ده، الحقيقة كان علامة يعني، لأنه مسلسل أطفال بيحكي فيه حواديت وبيقول معاني هادفة، كان مسلسل جميل. ليه مسلسلات بقى دراما، مسلسلات كبيرة كنت برضو مشتركة في بطولتها، أهمهم يمكن دمعة ألم مع الأستاذ الكبير محمود مرسي والفنانة الكبيرة سميحة أيوب، مسلسل الحاجز، مسلسل محمد رسول الله، واعتزب دوري فيه قوي لأنه لغة عربية. وعارف حضرتك أنا خريجة مدارس أجنبية، فإني أكون كويسة في اللغة العربية ومن وانتي طفلة بتبقى حاجة كويسة. كانت شخصية مريم أخت سيدنا موسى، بعتزب دوري فيه قوي. وأكتر من عمل بقى مش فاكرة يعني كثير، هما دول المميزين. منحب نسمع منك كيف استطعتي أنك تكوني فنانة بالرغم من أنك من عائلة محافظة وبعيدة عن نمط الفن، وممكن أنك تحدثينا عن العائلة والفن من وجهة نظرك؟ والله أقول لحضرتك حاجة، يعني أنا والدي مستشار، فكرة طبعا التمثيل دي كانت فكرة مش واردة خالص، بس هي كانت بداية تبدأ من خلال أختي إيناس، هي حاليا مذيعة في التلفزيون المصري بالقناة الأولى. هي أكبر مني في السن وعملت أفلام كتير وهي طفلة، وكانت شبهي برضو بالنظارات والضفير، وكان الناس تتلغبط لما ينزل فيلم يقولوا الله ده إيناس دي ولا دينا، من كتر ما احنا كنا قد كده شبه بعض. عشان تدخل أساسا إيناس، يعني عشان أحكي لحضرتك البداية، هتبقى مش من خلالي، هتبقى من خلال إيناس. زي ما قلت لحضرتك أنا والدي مستشار، وكان ساعتها بقى وكيل نيابة، ووالدتي كانت غاوية تمثيل لكن ما قدرتش تمثل، إن كان والدها برضو مستشار لكن جواها حب الفن. بداية كان خالي مستشار ثقافي بتاعنا في ألمانيا، كان رايح التلفزيون عنده لقاء، فأخذ مامتي معاه أخته عشان نفسها تشوف المبنى يعني. أخذت معها إيناس، طفلة بقى صغيرة بنتها. إيناس بقى راحت التلفزيون وهي قاعدة في المكتب، قعدت بقى لقوها طفلة قروبة وشاطرة بتتكلم وعندها قبول، قالوا لا دي لازم تمثل بقى. وبدأت من إيناس، كان بابي رافض، قال لها، قال لمامي بقى أنا يعني على كرسي القضاء وبنتي بتمثل، قالت له دي طفلة والبنت عندها الاستعداد ومش مشكلة وأنا دايما معاها. هي مامي ما بتسبناش خالص يعني، الحمد لله ربنا يخليها لغاية دلوقتي ما بتسبناش. فدي كانت البداية بإيناس. حتى عملت مع المخرج الأستاذ عاطف سالم فيلم أم العروسة. أم العروسة ده الجزء الأول لفيلم الحفيد، اللي أنا عملت الجزء الثاني بتاعه اللي هو الحفيد، لنفس المؤلف عبد الحميد جودة صحار والمخرج الأستاذ عاطف سالم. فالبداية من إيناس، وأصبح بقى في علاقات فنية في البيت والبابي والمامي وكده. ومن هنا يمكن ليا أخت إيمان الوسطانية صحفية في الأخبار، دي ما حبتش التمثيل، ما حبتش تمثل يعني، حتى وهي طفلة كانت رافضة خالص الفكرة دي، كان مجالها حاجة تانية خالص. أنا بقى جيت لقوا فيا الاستعداد ده زي إيناس، واستمريت. هي دي البداية. هيدا عن البداية، ولكن حاليا كيف صار رأي والدك بعد هالاستمرارية؟ هو أنا أقول لحضرتك، هي الاستمرارية ما كانتش وردة يعني، بدأت وأنا طفلة وتشهرنا وإحنا أطفال. لكن يعني أنا حتى لغاية دلوقتي بتعامل مع التمثيل كهواية مش حرفة. والدي مش معقد، مش متزمت علينا يعني، هو ربانا على أسس وعلى دين وعلى خلق، ومش بيفرض علينا حاجة يعني. قال لي أنت عايزة تمثلي مثلي، بس من خلال تحفظات وقيم معينة يعني. في حاجات مرفوضة أنا رفضها، مش هو بس فرضها عليا، اتربت جوايا وبقت تخليني أبقى حريصة أني أنتقي أدواري، ما أعملش حاجة تقلل من احترامي ولا احترام بيتي ليا ولا احترام الناس ليا. فهو سيبني على راحتي بما أني معتدلة وبختار صح، وزي ما قلت لحضرتك بتعامل مع التمثيل كهواية مش كحرفة لغاية اللحظة دي.
عشان كده حتى دخلت كلية الآداب قسم فرنساوي، ما دخلتش مثلا معهد سينما أو معهد فنون مسرحية، على أساس إن التمثيل المجال اللي بعمله برغبتي بحبي لي كهواية. بعد سن 14 انقطعتي لفترة عن التمثيل، وين كنتي؟ وين هقول حضرتك حاجة، يعني هي أولا دراستي كانت صعبة، وكان والدي ووالدتي برضو يعني خايفين عليا، يعني أنجرف بقى في طيار الأعمال وشغلي يجيلي كتير وأضيع في المذاكرة، فكانت عندي أهم حاجة مذاكرتي، أذاكر أولا ثم التمثيل. وفعلا يعني كنت عندي استعداد إني أمثل، بس يعني قلة. بعدين عارف حضرتك في مرحلة انتقالية للعمر، يعني مرحلة 15 16 سنة دي مرحلة مفتقدة في التلفزيون أو في السينما، الأدوار دي الأدوار المهمة ما تلاقيش موجودة في السن ده، تلاقي في الأطفال لأما كبرت بقيت بنت بقى شابة ليا مشاكل جيني وليا يعني يبقى في لغة في حوار في مشاكل. المرحلة دي مرحلة الحقيقة المؤلفين مش ما فيش اعتنى بيها قوي، ما لهاش مشاكل كتير أو مرحلة ما فيهاش يعني إيجابيات وسلبيات وتتكلمي فيها في أعمال، فده كان إحدى الأسباب اللي توقفت أو كنت مقلة فيها. بعدين كنت مقلة عشان كنت في مدارس أجنبية، وبعدين دخلت كلية الأدب قسم فرنساوي، وكانت دراسة الفرنساوي صعبة، كل دراستي ليتراتور أدب فرنسي، فصعب قوي انك تبقي ملتزمه في الكليه ملتزمه في المدارس الاجنبيه وعندك تصوير ممكن يبقى من الصبح لبالليل، طب افضل ده ولا دراستي؟ كانت صعبه قوي، فده كان السبب الحقيقه الرئيسي. ما كان لك نشاط فني بالجامعه او ادبي؟ والله انا بدايه في المدرسه كان ليا نشاط، يعني كنت الاولى على جميع مدارس اللغات في الالقاء، كنت بلقي شعر بالفرنساوي وبالعربي واخدت جوائز كتير، ولما دخلت الجامعة كنت بعمل أمسيات شعرية لفاروق جويدة وأمل دنقل وصلاح عبد الصبور وكتير من الشعراء، وكنت بعمل مسرحيات بالفرنساوي وبالعربي، فكنت طالبة مثالية في القسم عندي الحمد لله، لأن ليا ميول فنية كتير يعني الحمد لله. هل كتبت الشعر؟ هو أنا عشان بلقي شعر يعني بتحبي الشعر فلازم يكون عندك حس انك ممكن تكتبي، فكنت بكتب، كنت بكتب بالفرنساوي وكتبت شويه بالعربي، بس العيب ان الواحد يعني ظروف بقى الشغل وظروف الحياه بتخليكي او الهوايه الاكتر الجوايه التمثيل بتبعدني شويه، لكن بقرا شعر يعني اي وقت فراغ ليا بحب اقرا شعر كتير. بتحفظي شعر لحدا؟ بدنا نطلب منك تسمعينا مقطع. والله مش عارفة أقول لحضرتك إيه، طبعا بيبقى الواحد بس دلوقتي مش عارفة يحضرني حاجة معينة أقولها لك، يعني ممكن أقول لك جملتين كده. لماذا أراك على كل شيء كأنك في الأرض كل البشر، كأنك درب بغير انتهاء، وأني خلقت لهذا السفر، إذا كنت أهرب منك إليك فقولي بربك أين المفر. فاروق جويدة. طبعا بعد الجامعة دينا الطفلة بضفاير ونظارات صارت صبية وحلوة، شو قدمتي للسينما وكيف كان الربط والانتقال من مرحلة الطفولة لمرحلة الصبا؟ أنا بدأت بقى في مرحلة الصبا بالمسلسلات بالتلفزيون، يعني رغم ان بدايتي وانا طفلة سينما، لكن لما كبرت بدأت تلفزيون. الناس ربطوا على طول، يعني عارف حضرتك الشكل برضو بيبقى معروف، ومن كم الاعمال ومن التواجد ومن البصمة الواحد بيبقى سايبها الحمد لله او اللي سابها وهو طفل، فالناس ربطت على قالوا دي سينا عبد الله الطفلة اللي بالنظارات كده، فدي كانت الربط. بدأت تلفزيون أكتر من مجموع مسلسلات كتير قوي، يعني لو اتكلمنا بالتحديد عن السينما سؤال حضرتك، فأقول لك أني عملت يا ناس يا هو مع المخرج برضو الأستاذ عاطف سالم، كنت مشتركة في دور رئيسي بنت سهير البابلي ودور حلو يعني في خط إيجابي، وبعدين عملت المزاج كنت مشتركة في بطولته الأستاذ علي عبد الخالق مخرج كبير،
وعملت فيلم غلط البنات، كنت أنا وأستاذ محمود الجندي من الأفلام اللي بعتز بيها، لأن فيها يعني بتثبتي من خلال، مهم قوي إنك تعملي دور تقدري من خلاله تثبتي قدراتك الفنية. طبعا فده كان دور فيه مخدرات وفيه شحن مشاعر، فيه إحساس وفيه شغل صعب، فبعتز بدوري فيه قوي غلط البنات. وبعدين عملت فيلم لسه منزلش اسمه اتنين في كلبش، وبس، وعندي بطولة فيلم داخلة إن شاء الله اسمه صائد المخدرات، إخراج الأستاذ محمد النجار مع الأستاذ نور الشريف. حلو، بدي أسمع رأيك بمسلسل كوم الدكة وبدورك فيه. كوم الدكة، عارفك اخترتي المسلسل بالتحديد، أكيد اخترتيه عشان مختلف عن مجموعة كتير من أدواري. طبعا يعني الناس متعودة تشوفني بشكل الهادي الرومانسي، يعني انك تتعاطفي مع الشخصية بحكم ان شكلي ممكن بيدل على ده. اللذيذ في كوم الدكة انه مختلف، شخصية مختلفة، بنت مادية بتحب الفلوس قوي، بتستغل حب جدها ليها اللي هو محمود ياسين، وبتجر عواطفه ناحيتها عشان يكتب له كل ما يملك، يكتب لها كل ما يملك باسمها، وفعلا بتاخد كل فلوسه وبعدين بتسيبه لما هو الراجل بيتشل في الاخر بعد الشر طبعا على اساس محمود ياسين، لكن في المسلسل. فدور غريب، الناس ما كانش متوقعه مني اني اعمل شخصيه بالشكل ده، فانا بعتز بالدور ده لانه مختلف وجديد، وفيه صعب لانك بتحاولي تغيري من تفاصيل وشك في الاداء عشان تبقي مقنعه، فالحمد لله يعني الواحد وفق فيه. بدي أسألك كيف تم اختيارك لتلعبي دور فتاة لعوب وخبيثة بالضمائر أيضا تموت، مع أنه شكلك وتكوينك الفيزيولوجي بيعطي انطباع البراءة والعزوبة، كيف كان هالشي؟ أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه، أنا يعني أحكي القصة من أولها. أستاذ عادل صادق بعت لي المسلسل، نعم، فأنا قريت العمل لقيت الدور مش دوري خالص، فاستغربت جدا، بنت شخصية، بنت مضيفة، وبعدين ليها علاقات غريبة وبتعمل علاقات اجتماعية غريبة، متجوزة لكن بتستغل جوزها اللي بتتحكم فيه وهي اللي بتمشيه على مزاجها، وبتعمل علاقات وهي مرتبطة وجوزها ما بيتكلمش، شخصية غريبة يعني. فأنا قلت ده مش دوري خالص، إزاي أستاذ عادل صادق إداني الشخصية دي؟ فلما رحت قابلت قلت له، قال لي ها ايه رايك يا دينا في المسلسل؟ قلت له والله مسلسل حلو قوي، بس انا مستغربه ازاي حضرتك مختار لي الدور ده، يعني هو دور حلو قوي بس مش دوري، يعني اخاف اعمله، طب مختارني على اساس ايه؟ يعني جالي فضول عايز اعرف ازاي اختارني. قال لي شوفي، هو كان مؤلف العمل، كاتب السيناريو والحوار وقصته وهو المخرج، قال لي انا شايفك في الدور، قال لي انا مش عايز بنت شكلها يبان انه شكلها يبان انه فيلن او شكلها يبان انها خبيثه، انا عايزها شخصيه تخدع، بنت شكلها فيه براءه وفيه طيبه وكل متصورها كده وهي مش كده خالص. فقلت له يعني، قال يعني عايز اداء الناس نفسها تتخم، لان بيحصل تصاعد في الشخصيه لغايه ما بترتبط براجل وهي متجوزه، بتخلي واحد يحبها اللي هو كان المرحوم الفنان صلاح قابيل، وهو راجل عنده شركه توظيف اموال كبيره، بتخليه يتعلق بيها ويحبها، وهو اللي عامل مجنن الناس كلها، هي دي بقى اللي جننته البنت دي، وخليته طلقها من جوزها وخليته عمل مصايب عشانها، وقالت له انا عشان اقدر ارتبط بيك تكتب لي كل ما تملك، يعني كتب لها كل حاجه، كل فلوسه، لان بيبقى حتى الحرامي حتى النصاب ليه نقطه ضعف لو حب، فلما بيحبها بيحب البنت دي بيكتب لها كل حاجه، هي بتاخد بقى فلوسه، واخر مشهد ليها وهي لابسه عروسه قبل ما تتجوزه في ايدها الباسبور وبتسافر وبتختفي، الراجل بيجي له ساكته قلبيه بيموت اول واحده تضحك عليه. فالشخصيه مطلوب يعني بوصف المخرج ان هي يبقى شكلها يخدع، ما يدلش خالص على ان هي التركيبه دي ولا انها لعوب، لا هي لعوب بس في الخفاء، مش لعوب مفضوحه، لعوب بس في الدره. فكان دور الحقيقة جميل، يعني أنا بحب الدور ده قوي. شو هي المسلسلات الأخرى اللي أنجزتيها بالمدة الأخيرة؟ يعني أظهرتك آخر أعمالي اللي خلصتها قريب المسلسلات، نعم.
المسلسلات خلصت مسلسل عفوا وظيفة هانم، ده لسه مخلصاه يعني حالا، اخراج استاذ محمد اباظة. خلصت مسلسل علبة من صفيح قبله على طول، اخراج الاستاذ عبد الوهاب الهندي، انتاج دبي، مركز دبي. خلصت مسلسل مراية الحب، خلصت سهرة، بطولة سهرة اسمها باب النجار، اخراج استاذ حسن بشير، ومراية الحب اخراج استاذ احمد عيبس. كيف لعبت دور الزوجة الثانية؟ بقصد عن مسلسل النصيب. هو كان دور الحقيقة انا حبيته، لان حاولت عشت الشخصية بشكل اني فعلا الزوجة التانية. انا بعتقد الزوجة التانية دي غلبانة قوي، لما تكون بتحب بصدق بتبقى منفعلة وبتبقى حساسة، وبتبقى بالذات لما تكون مخدوعة. يعني انا في شخصية النصيب كنت مخدوعة، مش عارفة اني الزوجة التانية، عارفة ان هو ما كانش سعيد في زواجه الاول وانه انفصل، وانا اعتبر زوجته الوحيدة، لان انا مش من انصار الراجل يتجوز اتنين. يعني هو مش سعيد مع واحده ينفصل يرتبط بتانية، لكن اتنين مع بعض يبقى الصدق تعرفيه ازاي، تحسيه ازاي انتي مفضله عنده اكتر ولا لا. فالدور ده كان في شحن قوي، وفي غيره، وفي يعني في شغل جامد. كان دور كان على اعصابي، يعني كل الناس شافوا يقولوا ده احنا حاسين ان انتي فعلا مراته ومراته التانيه. فبعتز بالدور ده الحقيقة. تحكي لنا عن الشخصية اللي جسدتيها بمسلسل الصياد والأفعى. الصياد والأفعى هو مسلسل الحقيقة من المسلسلات اللي بعتز بيها برضو، لأنه الدور الناس برضو تتعاطف معاكي. بنت متعلقة بباباها قوي، بترتبط بإنسان وبتحبه، لكن باباها بتظهر في حياته ست بتدخل بشكل مخادع، وخادمة بتشتغل في البيت وبتكسبه ليها وبترتبط بيه، وهي بتخدعه وهو مش مدرك ده. فأنا تصوري بقى فيها مشاعر الغيرة، وفيها مشاعر غيرتي على الأب اللي افتقدته اللي كان كل حياتي، فيها إنه الأب خدع بزوجة ما تستاهلش إنها ترتبط بيه. فبسعى بقى اني ازاي اخليه يسيبها من غير ما يتصدم ومتبقاش صدمه عليه، وازاي اوفق بين في بيتي وزواجي وبين ابويا وبين حياتي. وانفعالات دور فيه خط كبير وفيه صعب، وفيه يعني من خلاله تقدري تثبتي قدراتك الفنيه. فانا بحب النوعيه دي من الادوار. جي على التلفزيون بتقعدي انت والعيله، ولا هناك طقس خاص فيكي لتشاهدي اعمالك؟ لا، هو أعمالي أنا بالتحديد ما عرفش أتفرج عليها غير لوحدي. تصوري يعني حاجة غريبة جدا، يعني بلاقي نفسي مش عارفة أتفرج معايا حد، أو أي حد جنبي يعلق يقول حاجة، عايزة صمت وعايزة أبقى لوحدي. لأني عادة ببقى حاسة إن أي مشهد اتعمل حاسة ممكن يتعمل أحسن، فببقى متوترة، بتبقى إيدي ساقعة وأعصابي تعبانة، فمقدرش أتفرج معايا حد، فببقى لوحدي في أعمالي، ببقى لوحدي دايما. يعني بشو بتشبهي فاتن حمامة؟ والله ده انا اسال حضرتك انا بقى السؤال ده، انت اللي تجاوبيني. اشبه يمكن عشان بدات طفله زيي، يعني او انا زيها، بدات طفله زيها، بتحب تختار نوعيات معينه في الادوار انا بحبها. صحيح. الادوار اللي تمس الناس، القريبه من الناس، اللي فيها احاسيس ومشاعر. هي ما بتحبش تعمل حاجات مبتذله، يعني تلاحظ حضرتك ان كل اعمالها محترمه في قالب من الاحترام، وانا بحب ده جدا. بحب ان الانسان يكون حتى في اعماله متحفظ، في شرقيه، في اخلاقيات، حتى لو بنقدم اي شكل من الاشكال او اي دور او اي نوعيه من الكاركترز، احب اكون متغلف بشكل في يعني بشكل محترم يليق بديننا وباخلاقياتنا وكده. بتحبي الموسيقى؟ جدا بحبها قوي. شو بتعني لك؟ كل حاجة، بحس بالراحة. يعني أيام المذاكرة كنت معرفش أذاكر غير وأنا بسمع مثلا لايت ميوزك في العربية، لازم أسمع أغاني. في البيت أو أول ما يكون في فرصة إني قاعدة مثلا بتفرجش على تلفزيون أو بقرا حاجة،
سكريبت ولا حاجة، أحب أسمع أغاني مزيكا، بحب كنت أتمنى يكون صوتي حلو أقدر أغني كده يعني. ما فكرتي بعمل استعراضي أو عمل كالفوازير؟ والله أقول لحضرتك حاجة، أنا مش بحبذ قوي يعني الرقص للرقص يعني، ما أقدرش أعمل ده، لكن هو لو استعراض موظف واستعراض محترم، استعراض بلبس خاص فيه احترام ما فيهوش حاجة مبتذلة بشكل نظيف كويس ممكن أعمله يعني، لكن يعني كله يقول لي لا انت جسمك كويس تكوينك كويس وعندك الاستعداد ده، والله بيبقى عنده الاستعداد، بس ايه بحب اظهر بشكل يعني يليق بيا وما يخلينيش في لحظة ممكن اندم اني عملت حاجة تزعلني من نفسي. وقت ما بتسافري خارج مصر كيف بيتعامل معك الجمهور؟ خارج مصر لو الدول العربية، نعم والله أنا أقول لحضرتك حاجة، أنا كنت بتعرفي الناس بتحبك إزاي من خلال مثلا جواباتك، وانتي جوابات اللي بتجيلك وانتي في بلدك. أنا بيجيلي جوابات الحمد لله من جميع الدول العربية، وجوابات فيها مشاعر جميلة وفيها ذوق وفيها احترام وفيها كلام حلو قوي. وعارف حضرتك الجمهور بيفهم وبيستشف الفنان الكويس من المش كويس، الأخلاقياته إيه، بلمسه في الجواب من كلام ببقى مستغربة ازاي فهموا انا شخصيتي كده، بيفهموا ده ما تعرفيش من يمكن من المواضيع اللي بتتكتب في المجلات، من شكل الادوار اللي بعملها، المهم بتلاقي الناس بتحبك. لكن ما حسيتش بالدرجة العالية دي غير لما سافرت في شغل يعني، لما سافرت عمان شفت الناس قد كده بتحبني، انا استغربت من كم الناس اللي حواليا، لقيت البلد كلها عرفت ان انا مثلا موجوده، فلاقي في الاوتيل ناس عايزه تشوفني وعايزه تسلم عليا، ابقى داخله مثلا شوبينج سنتر اشتري حاجات الاقي ناس حواليا وعايزاني اكتب لهم في الاوتوغرافات، شيء مفرح يعني. فرحت جدا جدا انك تشوفي حب الناس بقى يعني فيس تو فيس، وجها لوجه، شيء مشرف ومحترم وشيء جميل، لان عارف حضرتك هم مش مضطرين يبقوا لطاف معاكي يعني، غير لو هم فعلا بيحبوكي. فده لمسته في عمان، لمسته في دبي، لمسته في السعوديه لما بعمل عمره ببقى محجبه وكده ويعني مش باين غير وشي، لكن يجوا يدينا عبد الله مش مصدقين. حقيقي شيء جميل يعني، نعمه من ربنا ان الناس تحبك، نعمه من ربنا ان ربنا يحط القبول في وشك والناس تحبك. ممكن تكوني موهوبة، ممكن تكوني ممثلة كويسة لكن ما فيش قبول، فالقبول ده أهم حاجة، والموهبة والممارسة مجموعة حاجات، لكن القبول هي أهم حاجة. بتتابع الأعمال السينمائية والتلفزيونية العربية، بقصد غير المصرية، وشو بيعجبك منها؟ والله أقول لحضرتك حاجة، هي طبعا الحمد لله في قنوات فضائية من خلال ده الواحد بيقدر يتابع يعني على قد ما بيقدر الأعمال دي. أنا بحب جريد لحام مثلا، الممثل فنان وعنده حس عالي، بحب أشوفه أفلامه يعني، لكن أحيانا اللهجة بتبقى مش سهلة أنك تفسريها، لكن في فنانين بحبهم ممكن أبقى مش متذكرة الاسم لكن عارفة الشكل. يمكن في من الكويت كمان بحب النجم الكوميدي عبد الحسين عبد الرضا، والفنانة سعاد عبد الله، ومن سوريا في منى واصف، الحقيقة كويسة خالص الحقيقة يعني ده اللي بيحضرني دلوقتي، يمكن يكون في كتير أبقى أنا المقصرة وأنا اللي حظي وحش أني مش عارفها. برأيك هل يتناول التلفزيون مشاكل الشباب بشكل جدي؟ عم بسألك هالسؤال لأنك من جيل الشباب. والله يعني عشان ما بقاش متجنية على الأعمال، في مؤلفين بيكتبوا بشكل كويس وبيناقشوا مشاكل الشباب، بس الحقيقة مش بالقدر اللي فيه عمق اللي تنفعلي يعني، إن الجمهور ينفعل معاه ويحس بالمشكلة بشكل قوي، لأن إحنا عندنا عيب إن دايما نتناول الموضوع في آخره يعني ايه النتيجة، نلاقي شاب بيتعاطى مخدرات، طب ما احنا عايزين نشوف ايه السبب اللي خلاه يتعاطى المخدرات،
ما بيتناولوش الموضوع من الأسباب في النهاية. احنا عايزين نشوف ايه الأسباب اللي وصلته لكده. البنت المنحرفة او الحرامية، طب ايه اللي وصلها تسرق؟ لازم نرجع للأسباب، هي دي المشكلة. دايما العمل يوريك النهاية، عايزين عمل بيتكلم من الأسباب تخلي الجمهور يتصاعد مع الأحداث، من الأسباب لغاية النتيجة، فلا يتعاطف هو اللي يحكم، مش يلاقي النتيجة فجأة، فيبقى فيه موضوعية، ما يبقاش فيه يعني ناس بتتعصب، واخد بالك ازاي؟ يبقى فيه موضوعية في تناول الموضوع، دي اللي احنا مفتقدينها الحقيقة. بتحب الأغنية الشبابية؟ وشو رأيك بها التسمية؟ الأغنية الشبابية هي يعني إيه الأغنية الشبابية؟ هو يعني هو إحنا لو قلنا كلمة أغنية شبابية صنفنا إن في أغنية شبابية يعني هي الناس معينة. طب هو كان عبد الحليم حافظ بيغني أغاني فيها حيوية وفيها شباب، لكن بيسمعها الكبير والصغير. هي الأغنية الجيدة بيسمعها كل الناس، سواء بقى بيغنيها شاب أو بيغنيها راجل كبير، أغنية جيدة بتستمر. أنا بحب أغاني زمان اللي بتعجبني بتفضل معلقة جوايا، والأغاني للشباب الحاليين اللي بيقولوا كلمات ليهم معنى وفيها إحساس وفيها صدق بتنجح وبتسيب جوا الإنسان علامة. السؤال الأخير، شو هي أقرب الأدوار إلى قلبك الأخيرة؟ اللي في المرحلة الأخيرة. في المرحلة الأخيرة. والله لو اتكلمنا في المرحلة الأخيرة يبقى على طول يحضرني علبة من صفيحة للكاتب الأستاذ إحسان عبد القدوس، إخراج الأستاذ عبد الوهاب الهندي، لأنه دور جديد ودور عاملة بنت من المنصورة بتكلم بلهجة فلاحي، وأنا بحب قوي التركيبة دي من الأدوار لأن مقلة ما عملتهاش كتير. يعني عملت يمكن في قلب الليل بنت بدوية بملاية لف وبرقة وكده، كان دور مميز جدا. علبة من صفيح في خط طويل، في البنت اللي حاسة بشكلها وحاسة بوضعها، ليها شخصية، ليها بيرسوناليتي، بترتبط وباباها بيتقتل بتدافع عن قضية باباها، الفلوس كانت عندها مهمة قوي في الأول، في الآخر بتلاقي نفسها بتدخل في قضية جديدة، الانتقام لقتل باباها، بترتبط براجل وبتسيبه عشان في إنسان تاني ظهر في حياتها ممكن يقف جنبها أكتر. مرحلة الأولانية دلوعة وبتتوضب، المرحلة التانية أسود وحزن ومرارة. ففي مرحلة الحقيقة دور في خط كبير ودور صعب وعمل كبير وعمل جيد وعمل صعب وطويل ومهم ومحترم، فبحب دوري فيه قوي، ويا رب يعجب الناس إن شاء الله. دينا عبد الله، إلك منا كل الشكر، ونتمنى لك التوهج الدائم والتألق المستمر، وشكرا إلك. ربنا يخليكي، متشكرة قوي. أنا اللي بشكر حضرتك على البرنامج الجميل واللقاء الممتع ده، وبشكر الجمهور، ويا رب يكونوا استمتعوا باللقاء بتاعنا. ميرسي قوي.